السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم معانا مع فادك فارماسي براكتس بودكاست. Welcome to Fadic Pharmacy Podcast Network that is focusing on varieties of pharmacist perspectives in different specialties through interviews, talks, and outlooks about pharmacy practice in the past, present, and future. To share in the advance of clinical career and add an impressive image to the pharmacist all around. الحلقة النهاردة متميزة جدا ومعانا فيها ضيفة متميزة جدا 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 هتسمعوها النهاردة. يعني ما شاء الله صوتها كده يعني بيدي إثراء للصيادلة وقيمة الصيادلة. ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. يعني من الشخصيات الخدومة جدا اللي طالما تواصلت معاها في أي وقت ودائما يعني سبحان الله يعني ربنا يبارك فيها وفي علمها. وحنستفيد منها النهاردة إن شاء الله ومن خبراتها. عرفناها في الدراج انفورميشن، عرفناها في البويزن والتوكسيكولوجي انفورميشن، عرفناها في التريننج بتاع الصيادلة، عرفناها في حاجات كتيرة جدا، عرفناها في مستشفى قوى الأمن في الرياض. إن شاء الله بإذن الله هنسعد بيها معانا النهاردة، وإن شاء الله يكون البودكاست متميز ويكون له إثراء لكل الصيادلة اللي بيسمعونا، سواء بيبدأوا طريقهم سواء هم في طريقهم، ياخدوا بعض الكي بوينتس، ياخدوا بعض الأفكار اللي ممكن تساعدهم إن هم يطوروا في مجال مهنتهم، وكل واحد يحاول يختار الحاجة اللي ممكن من الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها، الحاجات اللي ممكن تدعمه وتساعده ان هو يكون بيشتغل بصوره افضل ويطبقها على مستوى حياته المهنيه. انا بسعد النهارده بوجود الدكتوره امل معايا. دكتوره امل اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا وسهلا دكتوره رشا، الله يحييك. اهلا وسهلا. اهلا بيك دكتوره امل، وانا سعيده بيكي جدا ووجودك معانا النهارده. بصراحه من الشخصيات المتميزه الواحد يعني بيسعد بيها كل ما يتكلم معاها. ربنا يبارك فيك يا رب. آمين يا رب. الله يخليك. شكرا لك. شكرا لكلماتك الحلوة. الله يبارك فيك يا رب. طيب نبدأ بأول سؤال دايما بنسأله، لو أمكن تعرفينا عن نفسك كده مقدمة بسيطة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أنا اسمي أمل حسن النجار. طبعا ما سأليني الحمد لله. تخرجت درست الصيدلة في جامعة الملك سعود، تخرجت عام 1990. بعد كده اشتغلت في مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي فور تقريبا سنتين. بعدين تم ترقيتي إلى مستشفى الملك خالد الجامعي لأعمل في مركز معلومات الأدوية والسموم هناك. هناك خضعت لفترة training كانت 2 years of clinical pharmacy extensive. طبعا كان like residence program currently. وبعده كانت 1 year training على التوكسيكولوجي، وبعدها كانت independent training for receiving poisoning calls من المملكة العربية السعودية and all over the countries في الجلف area. بعد كذا طبعا اشتغلت في مستشفى الملك خالد الجامعي for around 9 years في Drug Information Center. بعد مستشفى الملك خالد الجامعي جاني عرض لمستشفى قوى الأمن، وانتقلت لمستشفى قوى الأمن تقريبا عام 2003. بدأت في مستشفى قوى الأمن هناك كمسؤولة مركز معلومات الأدوية والسموم. وبعدها بتقريبا 3 سنين مسكت العناية المركزة لحديثي ولادة ككلينيكال فارماسيست، وكانت اون اند اوف يعني امسك احيانا معهم البيدياتريك اي سي يو او البيدياتريك جنرال. طبعا لانه الدراج انفورميشن فارماسيست يعني لايك هاز جنرال انفورميشن، فهي كان بارتيسيبيت ان اني اريا تو كفر از كلينيكال فارماسيست. في سنين من السنوات كنت كلينيكال فارماسيست برضه في أقسام الأوبسن دايني الكاونتر بارت في سباهي للمستشفى، كمان في الكنديان أنا اللي كنت أمسك أو أشارك في مسك الشابتر أو الفارماسي شابتر. طبعا طبيعة عملنا في مستشفى قوى الأمن وفي مركز معلومات الأدوية والسموم، اكتشفت أن نحتاج أني أخذ أي ديجري في الفرنسيك توكسيكولوجي، فالتحقت بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وأخلصت الماستر أوف فرنسيك توكسيكولوجي ذير. وبعدها طبعا أخذت while I was studying forensic toxicology as a master درست total quality diploma، والحمد لله رب العالمين returned back now. أو يعني actually was studying and working
as a evening time during my study days. والآن working still working in security forces hospital as a drug information pharmacist and clinical research coordinator. In ICU I just left in ICU and جتنا دكتورة ما شاء الله from Harvard University. She is specialized in this field. Now she is covering and taking care. This is briefly, my history. I participated in, as receptor for several universities in Riyadh and outside Riyadh, like Qasim University and جامعة الملك خالد في أبها, جامعة الملك عبد العزيز في جدة, and جامعة شقرة. وطبعا في داخل الرياض جامعة الملك سعود وجامعة الأميرة نورة and كلية المعرفة كان لهم شير معنا for a period of time. Any pharmacist or any healthcare providers who needs any assistance, and I wish to be a helpful person, and I'm not hesitant at all to help whoever wants anything in my field. ما شاء الله دكتورة أمل, بصراحة يعني احنا النهارده واضح ان الحوار بتاعنا هيكون شيق وطويل, لان ما شاء الله اعتقد هتدي من الاكسبيرينس بتاعتك كتير من الـ يعني النوتس او يعني الكي بوينتس اللي ممكن تساعد الصيادله في كذا مجال وكذا تخصص. اهم ما يعرف عن الدكتورة أمل بصراحه ان ما شاء الله دكتورة أمل حضرتك شخصيه هيلفول جدا لكل الصيادله, يعني كتير جدا يزكي على حضرتك بصراحه, فربنا يبارك فيك ويزيدك من علم يا رب. امين واياك يا رب. يا رب اللهم امين. طيب ايه الصعاب او التحديات اللي قابلت حضرتك في تاريخك المهني والعلمي؟ الصعاب يعني هي الصعاب منها ما يعتبر صعب, كلنا لما يعني لما نتعرض لاي موقف نعتقد هو اصعب موقف كان في الحياه, وبعدها سبحان الله ممكن يجي موقف يهون الموقف اللي قبله. كانت الصعاب طبعا هي الانتقال من مكان لمكان. كان اصعب شيء علي في اول بدايه حياتي هو اني انتقل من مستشفى الملك عبد العزيز اللي كنت اعتبره لايك ماي هوم لاند واروح لمستشفى الملك خالد الجامعي. في البدايه كان بالنسبه لي انتقال صعب لاني تعودت على مستشفى الملك عبد العزيز وطبيعه الناس اللي موجوده هناك, كانت بيئه صغيره, كان بيئه العائله. انتقال مستشفى الملك خالد الجامعي كان على امل اني ارجع للبيئه اللي انا كنت منها اللي هي مستشفى الملك عبد العزيز, لكن مع الايام اي ديسكفرد انه I'll be permanent في مستشفى الملك خالد الجامعي. then بدأت أتأقلم مع الناس, أتعامل معهم. كان مستشفى جميل, تعلمت الكثير والكثير والكثير في هذا المستشفى. تم إتاحت لي فرصة أني أخضع لكلينيكال ريزيدنسي بروجرام, يعني الحمد لله رب العالمين كان تحت إشراف دكتور عبد العزيز صديقي ودكتورة حنان خلف ودكتورة رندا جارودي. خلصنا الحمد لله رب العالمين الريزيدنسي بروجرام. بعد كده بدأنا التوكسيكولوجي بروجرام. التوكسيكولوجي بروجرام أخذته طبعا ولا أنسى دكتور دسوقي فايت ودكتورة فتحية الصيرفي, كانوا من الناس اللي ساهموا في تعليمنا. كل شيء جميل وكل شيء رائع أثناء الدورة تبعنا. كان معنا دكتور أحمد مايت, دكتور دسوقي ما شاء الله متميز في التي بي إن والآي في. لا هو قبل التي بي ان والاي في هو كارديولوجيست صراحة, وعلمنا شيء جميل. يس, وكان هو ماسك طبعا البويزنينج, كان هو ماي باك اب موستلي البويزنينج ان اديشن للاذر ريسبكتد طبعا كوليجز الحمد لله. بعد ما خلصنا التريننج بدينا نشتغل كاندبندنت توكسيكولوجيست, والحمد لله رب العالمين يعني ات از ماي فيفورت باث واي ولا ماي فيفورت كارير ناو. انا حاسه ان حضرتك دلوقتي مجال التوكسيكولوجي هو يعني يور فيفرت كارير, صح كده؟ هو الغالب. يس يس, هو الغالب. يس. طب اشمعنى من ضمن الكاريرز دي كلها التوكسيكولوجي؟ اي ثينك انه اكثر مجال فيه لايف سيفنج صراحه. انا ذات واي لاف دراج انفورميشن والتوكسيكولوجي, بحس ان هي المجالات اللي فيها اكثر شيء فيها اللايف سيفنج لل اذرز, واي لايك تو بارتيسيبيت ان ذس. محتاجه شويه training experience شجاعة. I worked on myself and I was reading as much as I can. I was volunteering to take any toxicology case and discuss it with my مثلا supervisors in order to have experience. ف that's it. يعني سبحان الله, يعني I love this
فيلد. الشيء اللي بس احب اقول للصيادله هنا، تفضلي. امين. الشيء اللي احب اقول للصيادله هنا انه كاحيانا كانت عتبه النقل او التحول من مستشفى الى مستشفى او من مجال الى مجال تكون بغصه، لان الواحد يتعود على شيء معين ويعتقد انه خلاص نجح فيه. قد تغير هو معناته بدايه، قد تكون بدايه يعني بداية تردد، بداية بطء في مسيرة معينة، لكن هذه ما هي حقيقة. يعني أبدا ما ترفض أي تغيير، كل تغيير الله جايبه هو تغيير خير، يعني إن شاء الله حيفتح لك أبواب ما كنت تعتقد أنها كانت حتنفتح إلا لما يحدث هذا التغيير. فأبدا ما ننظر لأي تغيير ولا لأي أمر قراري يجي بتحويلك من قسم لقسم أو من inpatient لoutpatient أو من distribution pharmacist لclinical pharmacist أو whatever، كل تغيير هو طبعا مدام في خدمة المهنة وخدمة المرضى فهو إن شاء الله بإذن الله شيء جميل وشيء خير. ومتى ما تقبلت الأمر بنفسية مرتاحة، نفسية سعيدة وبصدر رحب، حيكون اكتسابك للمهارات من هذا التغيير هو أقصى اكتساب بإذن الله. ما شاء الله عليك بصراحه. طيب احنا برضو مازال عندنا دايما عائقه، الصيادله كلهم بيشتكوا منها ان هم بيكونوا هايلي كواليفايد ومش عارفين يطبقوا كلينيكال او يشتغلوا كلينيكال في المكان اللي بيشتغلوا فيه، سواء هم لسه انتربدد في R1 في R2، سواء هم لسه ما كملوش مثلا دراسه معينه بس هم حابين يطبقوا كلينيكال. رايك ايه في الموضوع ده؟ طبعا انا نفس تقريبا نفس المشكله بعاني منها في الدراج انفورميشن. كثير من الفارماسيست they wish to work as drug information pharmacist. They think it's a piece of cake. Just I acquired some knowledge and I can immediately practice. طبعاً وفي كمان معتقد آخر أعتقد إنه خطأ. بعض الفارماسيست يحجم عن إنه to start practicing because he doesn't acquire very enough information. But he has to store plenty of information in his mind. بعد كده حيبدأ مثلاً the practice. طبعاً this is both of them are wrong. أنا أعتقد إنه you have to work parallel, you have to acquire knowledge while you are practicing. طبعاً في الـ area اللي you think that إنه أنت not competent غير متمكن فيها you have to request someone to supervise you. في عنا project إحنا بدأنا وسويناه وكان very successful project اللي هو سميناه junior pharmacist incubation. كنا ناخذ الـ junior pharmacist واحد من الـ seniors هو يعمل like a clustering group معاهم. ويكون هو الكونتاكت بوينت لهم، سواء اشتغلوا نايت اشتغلوا ايفنينج اشتغلوا داي، يكون هو المرجع لهم في اي اكسبيرينس هم يحتاجوها. يوجوالي هم الجينير فارماسيست when they apply بيكونوا reluctant to ask for any information. Either they think that انه لو سأل الناس حتقول انه هو والله he has no knowledge، او انهم they will not respond to him with respect، او انه he is shy to ask لاحتمال سؤالي طريقته خطأ او احتمال انه يعني ان I'll be disclosed قدام كل الناس. فعشان نتفادى هذه النقاط بدأنا انه مثلا انك تكون تايت لون فارماسيست اللي هو المنتور او الكوتشينج بيرسون تبعك انت، وشوي شوي صار ياخذ على الشخص يعني ثرو المنتور هذا ممكن يسأله سؤال مثلا I'm not capable to answer this question I refer them to the second person third person. كده تصير التعارف بطريقة more nice ويصير شوي you're building the confidence عندهم وconfidence with right practice. يعني أحيانا نواجه بعض الصيادلة عندهم overconfidence with no experience وهذه كمان تعتبر يعني risky. فهذا لأنها بتعرض life saving بتاعت impatient. أي patient هيتعامل yeah. معاه مش هيكون بالضبط بتعامل بطريقة practicing صحيحة yeah. طيب هل ندمتي على إني دخلت صيدلة؟ لا ابدا، ولو خيرت مره ثانيه اختار صيدله وثالثه ورابعه اختار صيدله. لا ما ندمتش عليها. طيب مصطلح الصيدلي اللي هو بيبيع وان الصيدلي ما بيعرفش حاجه وان الكلام اللي اكيد وصلك يعني ايه رايك فيه؟ معلش يعني وماله انا ببيع، يعني ايش المشكله في اني ابيع ولا بس اني ما اعرفش حاجه this is not true. بس انا ببيع لك دواء يعني saves your life. يعني احيانا لما نكون احنا we are in need of cup of water ونلاقي حد يبيعنا اياها we are ready to pay all our money for this guy. يعني اللي بيبيع الكمبيوتر فانا I don't think انه فيها اي انصلت. هم في بعض الناس اللي ignorant او بعض الناس اللي خلينا نقول الغيرانين من مهنتنا الراقيه دي بيحاولوا انهم يعني let me say it to downsize us ببعض الترمينولوجي but I don't consider it. خليني اقول لك موقف مره. طيب الصيادله اللي بيشتكوا اتفضلي.
خلنا أقول لك موقف صار معي، يعني يا ريت قالوا لي بتبيعي، كان يعني I would love this. أنا كنت يعني أنا طول عمري drug information pharmacist، اشتغلت فقط distribution pharmacist لما كنت في مستشفى الملك عبد العزيز for like one year، and most of the time I was spending it في drug information center يعني. فحتى عشان كده هم لاحظوا إن أنا like drug information، ف they suggested me the drug information center في خالد الجامعة. It was transfer they transfer me there to cover for someone who resigned. فلما رحت خالد الجامعي، طبعا انا my experience كلها how to use micromedics, how to use a database, how to search، لكن how to dispense the medication I have no experience. I know how to counsel، لكن ما بعرف احضر الادويه من وين، لاني ما بعرف اماكنها. I'm not familiar مع الشلفز وأماكن الادويه في الصيدليه. فكان لما يصير عندهم زحمه يقولوا we need help، فكانوا ياخذوا من drug information. في drug information كنا two pharmacists، فكنا نروح to help them. طبعا when I go there الناس under يعني الناس مزحومين وما هم فاضيين يقعدوا يعلموني والله الدواء في الشلف الفلاني او في الكثف الفلاني، فكان يحطوني في الاريا اللي هي تسليم الوصفات للمرضى. This is the easiest to save their time and my time. وقفت مره اسلم دواء انا واقف على الشباك، ففي طبعا بعض البيشنت بيستنوا فتره طويله لما يوصل الدواء ونعطيهم اياه. كانت في very old lady sitting، فانا ناديتها يا خاله فلانه، جت. فلما مسكت الوصفه تبعها كانت عندها like six items، ما في منهم الا one item وكان البنادول والباقي out of stock. فقلت لها معلش يا خاله انا اسفه بس ما في الا علاج واحد لك والباقي ما هو موجود. فقالت الحين انا قاعده استنى like two hours عشان في الاخر تجيبين لي وشو هذا بنادول بعد. قلت لها I'm sorry يعني this is the only one available. فنزلت تحت، انا فكرتها بجيب شيء سقط منها، فجابت الحذاء اللي هي كانت لابسيته ورمته علي. طبعا انا I was in a very bad position. How should I react؟ فاللي سويته انه طبعا هي رمت الحذاء وهي معصبه وزعلانه وانه عطلتوني واكيد ابني راح له يستناني، وانا كنت اشوف انها هي معذوره صراحه، يعني هي old lady واكيد ابنها اتعبها وهو يتصل وانه يطلع وما يطلع وشي was waiting for this medication عشان في الاخر يطلع بنادول، حتى شي recognize انه هذا بنادول. فما رمت الحذاء علي ومشيت بسرعه، فناديتها، حاولت اسوي نفسي روح رياضيه امام الجميع، ناديتها يا خاله يا خاله يا خاله تعالي بالله خذي حذائك عشان ما تمشي حافيه عشان ما تتعوري. وطبعا واحده من اللي كانوا على الشباك اخذت مني الحذاء تبعها واعطتها اياه وكملت. طبعا انا طلعت من الصيدليه الكل قال لي روح للمدير اشتكي، ايش حيسوي لها المدير؟ يعني هي فقدت اعصابها وهذا تصرفها، وانا متاكده شي واز نوت مينينج انها تو انسلت مي، بس هذا رياكشن تبعها من كثر الستريس اللي عندها. فطلعت من الصيدليه ودخلت دوره المياه العفو، قعدت ابكي طبعا من شيء في نفسي لغايه ما ارتحت وطلعت. كان this is the only hour يعني I was coming to help the pharmacists الموجودين. second day رجعت هذه الاولد ليدي جايبه معاها كانديز وغم وجيفت وبرفيوم اللي هو هذا البرفيوم بعد ايه I was not there. فقالت الصيدلانيه اللي كانت لابسه البالطو الطويل، انا I used to wear long lab coat، البالطو الطويل هذا بالله تعرف هذا، وقولوا لها تسامحني وتحلل لي انا امس كنت معصبه. فالحمد لله يعني it ends up like this يعني. فهو احنا لما نكون dealing with patients never ever think of yourself يعني، فكر صح. حط نفسك في شخص. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال التمس لاخيك المسلم 70 عذرا، اخوك المسلم ما هو داري عنك انت التمست ولا ما التمست، he doesn't know، لكن هو قال كذا عشان انت not to feel offended not to feel انه انت underestimated وعشان يحميك من feeling of pain while dealing with the others. فيعني هذه البوينتس اللي على فكره يعني ما شاء الله بوينت جميله جدا، وبصراحه فعلا لو كل يعني كل نفذها في مجال البراكتيكال بالذات سواء مع العلاقات مع الزملاء او مع البيشنت او في اي موقف او سيتويشن الامور هتختلف كتير جدا. صحيح جدا بصراحه. طيب ايه النقاط اللي حضرتك تحب توصليها للصيادله عشان يبداوا طريقهم لو حد لسه بيبدا الطريق بتاع الصيادله؟ طبعا احنا كصيادله عندنا two points we like to acquire them to acquire reputation or to acquire the money. ده طبيعي يعني ما في no one will deny this.
طبعا الريبيتيشن هاو كان يو اكواير ريبيتيشن ريبيتيشن يو كان اكواير ات باي اكوايرينج ذا ريكوايرد نوليدج اند اكوايرينج ذا ذا بيست بيهافير ذات ودينج وذ اذر وذ اذرز. طبعا وفي مثل كان بيقول يور ريبيتيشن از يور كرنسي. Never ever think of any career while you're working إنه أنا بس كم حيجيني فلوس منها، كم حيكون السالري حقي، كم هذا. طبعا كلنا بنحب إنه to gain money. أكيد عنا constraints في الحياة، عنا difficulties، عنا متطلبات. We want money to help and facilitate our life. بس عمره هذا ما حيكون التارجت. إذا أنت اشتغلت بإخلاص وبمصداقية مع رب العالمين قبل المصداقية مع البشر، حيجيك الماني. الماني حيركض وراك، حيصير يدور عليك، فحتلاقي الناس كلها حتصير تبحث عن الشخص اللي بيتعامل بالشفافية بالمصداقية بالمعلومة مع الناس الآخرين، وحيطلبوك أنت بالذات. وطبعا معظم الوقت ما حيكون الطلب for free، حيكون بمقابل إذا أنك حتشتغل في مركز ثاني أعلى، أو حتطلب consultations تكون paid، أو المؤسسة اللي أنت تعمل فيها والناس كلها تقدم على المؤسسة هذه تطلب الشخص هذا، ما حتفرط فيك المؤسسة بشكل بسيط. حتى لو فكرت تترك هذه المؤسسة، لا، حتعطيك salary أعلى to stay فيها لأنه أنت اللي جايب لها good reputation. فهو أول شيء المصداقية مع النفس، أني أتعلم العلم اللي ينفعني، وعمري ما أحتقر أي علم ممكن يوصلني. يعني ممكن يجيك شخص يسألك في فيلد معين، انا اسلوب انه هذا ما هو تخصصي، ام سوري كانت هيلب يو اي دونت لايك صراحه، احتمال اكون انا خطا، يمكن بعض يراني خطا على هذا، بس نو انا as long as انا اي هاف ان اكسس تو ريتش الانفورميشن اي كان هيلب واوصلها بالطريقه الصح، بشرط اني انا ما اوصلها بطريقه خطا او اضر الشخص اللي معي. نو اي ويل ورك تو هيلب منه، انا حتعلم اي اكوير مور انفورميشن اند اي ويل فاسيليتيت ان الانفورميشن توصل للشخص الاخير، وكل ساعته اخذ اجره. هذا رقم واحد. رقم اثنين إنه أي task to be assigned لك، شوف هل أنت تقدر تسويها ولا لا. إذا كنت تقدر تسويها فما يجوز إني أنا أقول ما أقدر أسويها، إنه I'm sorry. احتمال أعتذر إنه أنا loaded، واحتمال مع اللود هذا ما أصير competent إني أعطيها حقها، أوكي، بس إني أكون أعرف أسوي الشيء وما في أحد غيري وأجي أقول no أنا ما أعرف علشان هم they will not reward me، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظا عليم. إذا كان إنسان يعلم في نفسه قدرة إنه يقدم خدمة للناس وبإذن الله ريوردز حيجيك من رب العالمين قبل الإدارة اللي عندك أو المؤسسة. فدوت يعني never be reluctant to offer any service for any human being because there is no financial reward. إحنا صراحة يعني نصيحة رائعة جدا يعني. ربنا الواحد مستمتع، أنا مستمتع جدا على فكرة بالبودكاست معاك النهاردة بصراحة. ربنا يبارك فيك يا رب، والله مثال من الأمثلة المتميزة للصيادلة. طيب ازاي صيدلي او ازاي يعني نصيحة من حضرتك، ازاي قدرت توفقي ما بين العمل والتعليم او العلم؟ ازاي الاثنين في الديلي لايف عرفنا نوفق، حضرتك عرفت توفقي ما بينهم الاثنين مع بعض؟ التعليم هو يعني تعليم واكويرت من العمل، انه anything you face it حتتعلم منه، هذا رقم واحد. لكن اذا if you mean scientific knowledge، انا من النوع اللي يعني any single minute I have it free I have to read، لانه انا ما بعتبر انه المهنه اللي انا فيها هذه امانه رب العالمين يتمنى عليها. فاذا انا قصرت هي مو امر يعني يديني لحالي، اذا قصرت انا one person disseminating information for all healthcare providers so I have to acquire and secure the information هذه according the evidence base، وانه ما في any harm will happen after getting my information and practice it. طبعا والشيء الثاني انه احنا في healthcare career you have to act from the first time right، يعني quality of service with the health career لازم تكون انك تو تارجت البيشنت فروم ذا فيرست تايم رايت اند ايفري تايم رايت، فما في عندنا تايم فور ترايل اند ايرور. فذاتس واي يو هاف تو سكيور انفورميشن بيفور وذس نيدز يو انك تو ابديت يور سيلف. انا بذكر كنت في بدايه حياتي او فتره زواجي، كنت يعني انا تزوجت انسان كان عنده اولاد، وفجاه يعني ما اي دينت هاف يعني اني تدرج في حكايه التربيه، انه جاني وان بيبي وبعدين هاف تو تيك كير اوف ذا بيبي، صار عمره شهر من جاء البيبي، لا انا على طول جو عندي ثلاثه بيبي فروم ذا فيرست تايم اي جيت ماريد.
فكان بالنسبة لي لود، فكان the only time I can update my information إما لما يناموا هذول الناس وأنا بعد ما أنيمهم أقعد أقرأ، ومعناته أنه لازم أحرم نفسي من ساعات محددة من النوم، أو while I was washing the dishes. طبعاً أنا ما كان عندي سيرفنت في البداية، فكنت الارتكل أعلقه كذا قدام الحوض وأنا قاعدة أغسل في الصحون أقعد أقرأ في الارتكلز تبعوني. طبعاً الصحون كانت تطلع وسخة نو يعني كان أكيد مستحيل أنه يعني كانت concentrating board، بس معلش كانت الصحون تطلع وسخة، هم يغسلوها لما يجي يستخدموها مرة ثانية مدنة perfect ولا أنه ألوز الانفورميشن. فكانت هذه the only way، كانت يعني على حساب راحتي بصراحة. أنا يعني ممكن تسألي في أي مكان، أنا من النوع اللي ما I never say no، ولا أحب نظام إنه تعود تقول no للناس. أنا I like to say always yes، صح it burdens my shoulder، لكن الله بعين حتى في الأيام في الأوقات اللي ممكن أضطر أقول في فيها no، قبل ما أقول إنه I can't find someone else to assist الشخص هذا بعدين أنا أقول إنه يعني I have to secure الشخص اللي he wants my assistance. وبعدين يعني I can get a rest for something else. فهو لازم الآن الحمد لله صار عندنا السوشيال ميديا، الريسورسز موجودة in my hand in my iPhone or my other smart device. I can update myself every single minute rather than just spending the time sitting on the WhatsApp ولا Snapchat ولا أشياء. يعني صح إنه الإنسان يحتاج أحيانًا رفع عن نفسه، بس للأسف صار الترفيه أكثر من الأشياء الأساسية في الحياة. يعني ممكن أحد يقول إنه أنت you don't use your WhatsApp. أنا I'm using my WhatsApp، لكن my WhatsApp all of it most of the time questions. Rarely عندي social صراحة contacts أو يعني very personal contacts. هو usually drug information questions أو research related questions أو أحيانًا clinical inquiries. فهذه الأشياء اللي يعني حتى when I waste my time على my WhatsApp أنا ما أحس إن وقتي يعني ضاع في شيء غير مفيد. الله يعني بصراحة. طيب في كتير من الصيادلة بيبعتوا كتير، أعتقد أكيد طالما فتحة WhatsApp questions أكيد جالك السؤال ده كتير، إن كتير ما بيبقاش عنده الفرصة إن هو بيكون شايف نفسه قادر إن هو يشتغل في وظيفة أو position كويس وما هو لقي الفرصة ده. إيه رأيك تنصحيه بإيه؟ يعني كتير بيبقى مكتئب كتير من الصيادلة بيكون زعلان أو متضايق أو مكتئب إن هو أصلاً مش عارف يجوين المكان اللي هو عايزه. يعني هو عايز يشتغل في مكان كويس يساعده يديله فاسيليشن يشوف كيسز يطبق فيه صيدلة صح، وكتير غالباً أغلبهم المتخرجين بيبقوا عندهم شخصيات حالمة إن هم عايزين يشتغلوا وبيصطدموا إنه بيكون في ديفكت في الشغل أو مش عارف يلاقي فرصة كويس. طيب هو في بعض يعني كثير من الصيادلة بيسألوني السؤال ده على زي ما حضرتك قلتي. هو إحنا طريقة التعلم عندنا طريقتين، يا إما بالممارسة hands on يا إما بالمشاهدة. فإذا حرمت من طريقة فلا ضيع طريقة ثانية. يعني أنا حقول إكزامبل، عندنا إحنا في المستشفى كان عندي ثنتين من هو تقريبا كان جروب يعني حوالي خمسة صيدلانيات كانوا دائما يجي عندي drug information إن إحنا we wish to participate to have يعني to have a position في the pharmacy not a position يعني يعني we want to have a, like a skills معينة إحنا نكون فيها well known figures. ف I said if you wish to have it you have to work on yourself. فبدأنا من نقطة إنه طب what are the points that you suggest for us to do. فمن الأشياء اللي I suggested for them إنهم to apply for the pharmacotherapy board exam, to apply for TBN board exam, for oncology, for يعني أكثر من نصيحة or continue مثلا for your master degree ولا whatever. البنات هذول يشتغلوا على أنفسهم سنين. الآن الحمد لله رب العالمين هم well-known صاروا عندنا في المستشفى إنه إذا if you have any TBN question go to دكتورة مثلا أسيل. If you have like something related to oncology despite we have oncology pharmacist and clinical pharmacist covering your area he was very supportive لهم، لكن they want to work on themselves. If you have any oncology go to دكتورة موضي. فيعني هم طبعا من الأشياء اللي استندوا لها كانوا اشتركوا مع جروبات pharmacist ودي موجودة everywhere ودخلوا البورد exam.
في other pharmacists كانوا متابعين سلسلة من اليوتيوبز of teaching research, they are very good now for research. في أوقات بتيجي للما organization إنهم they are in a disaster and they want to hire anyone with the skills immediately, even if he doesn't have the optimum skills that they want. But if he has some of the skills, they will acquire him and they will hire him. يعني for example, الحين أكيد كثير منكم مارين إنه في سباهي حتيجي تفتش على المنشآت هذه. محتاجين تبي ان فارماسيست. If الدايركتور تبع الفارماسي عارف إنه أنت interested في تبي ان and you applied for board exam and you got a certificate for تبي ان, يعني ما في أي شيء حيننا نقول أوكي أنت you will hire a position هذا. هم in need إنهم to put someone في position and they will be questioned by the accreditation bodies in the rounding now and all hospitals are obliged to have this accreditation. Like you are covering the oncology area and there is no clinical pharmacist or there is a clinical pharmacist. بالضبط. لأن عمر دوام الحال من المحال, عمر من الوقت اللي هيكون فيه مستشفى دلوقتي هيكون على طول continuous. أكيد هي وقت فيه shortage هيحتاجك, هيلاقيك موجود وهيلاقيك highly qualified وعندك السكيلز اللي تساعدك أو عندك الإدوكيشن اللي يساعدك إنك أنت تطبق, هيكون أحسن وأسهل كثير جدا على واحد لسه بيبدأ. عندنا الحين دورات medication safety, عن artificial intelligence بدأ, عن Pyxis machines, all these things حتلاقي قليل من السيد اللي عارفين عنها شيء because they are not interested. بالضبط. Yeah, you have to learn بالزبط. And you have to يعني to involve yourself في هذه areas, I'm sure you will find the position. صح جدا. طيب في رأيين متناقضين, رأي بيقول التخصص في الصيدلة في مجال معين ونزود نفسنا فيه, ورأي بيقول generalize الحاجة اللي تحب انك تاخدها وحاسس انك انت متقنها خدها. فرأي حضرتك مع انهي مين فيهم افضل؟ دي بتعتمد على طبيعة الشخص بصراحة. في بعض الشخص he likes to be very detailed in area معينة مش هينفع تحطيه generalize, وفي بعض الشخص he like high touch فهي will be generalized. فبتعتمد على طبيعته. لكن برجع لنفس الكلام اللي قلته, أي فرصة تتاح لك للتعلم تعلمها. ما بتعرف هذه الفرصة حتوصلك إيش يوما ما, حتوصلك لوين ما حد بيعرف. يعني أنا يعني حيث نفس الكلام, when I was pushed إن أروح مستشفى الملك خالد الجامعي and to be drug information pharmacist, I hated this in the beginning because I wanted to stay in King Abdulaziz, لكن كانت هي فاتحة الخير لي بعدين. يعني فأي فرصة تتاح go for it بصراحة. يعني آخر سؤال لينا في الجزء الأولاني, time management ما شاء الله يعني حضرتك هايبر أكتيف وما شاء الله يعني أكتيفيتي سواء علمية أو عملية, إزاي بتقدري تنظمي وقتك ما بين مهامك العلمية والعملية ما بين حياتك الشخصية إزاي؟ هل في كالندر معينة أو أبليكيشن معين؟ هل في طريقة معينة بتعمليها؟ بتحطي بلان في أول أسبوع ولا أول الشهر ولا أول السنة؟ أنا بصراحة بستخدم كامبان هو يعني كأورجانيزر فور ماي داي. أول ما أصحى الصبح وأخلص صلاة الفجر وأخلص أذكاري, I sit on my table, I start fixing my campaign. الكامبان هو عبارة عن 3 columns. الكولومز الأول اسمه to do task, إيش التاسك اللي I have to do, حطتها I have to do all the month أو all إن شاء الله all my life, هذه كل to do task اللي I have to do it بحطها على في أقصى الكولوم على اليسار. بعدين in the middle in processing task, in processing task مفروض ما تزيد عن 4, لأن إذا حطيتها أكثر من 4 حيجيني أنا depression وكل هالدنيا هذه وراي وأنا I'm not finishing it. فخلاص those 4 tasks عادة الأول minimum, الأول والثاني لازم يخلص in the same day. وبعدين بحط done or finished task عشان أشوف my success, يعني أرتاح نفسي oh I finished الحمد لله رب العالمين. فيعني this is inspire you when you do it. فusually I do a campaign arrangement schedule or table. Oh, this is يعني fix my life. يعني أنا I feel very enjoying ولما I score ولا يعني أشخط على task واحدة خلصتها oh my god الحمد لله this is a good success. Sometimes I reward myself in finishing this. فلكن إني أعتمد على my memory إنه أنا أوكي اليوم حسوي كذا كذا حتذكر. كنت زمان صراحة أكتب على طرف يدي إيش التاسك المطلوبة مني, لما روح أتوضى تمسح الكتابة وأنسى إيش التاسك, ويعني ولغيت ما قابلني الشخص اللي هو يعني معايا في التاسك أو أمر إيش سويت نسيت I'm sorry وأكون في bad position. لما صرت أستخدم الكامبان هذه بصراحة ارتحت كثير.
طبعا انا من النوع اللي بعد صلاه الفجر I have to assist my kids انهم يجهزوا ويفطروا ويروحوا اللي يروح الجامعه واللي يروح المدرسه. بعدين I sit for like one hour preparing my schedule, ايش اللي حسويها اليوم. بروح للمكتب عندنا في drug information. كنت زمان لما عندي ان اي سي يو اطلع for morning report وبعدين الراوند تبعهم, بعدين انزل للdrug information. اني consultation usually لما احيانا بيتصل على drug information nobody answers they call my mobile while حتى انا بكون في الراوند يعني I answer them. بعدين بنزل drug information في specified hours اذا كان عندي student ولا resident or master student or whatever. I sit with them. If we have a discussion or if we have a schedule, we go according to our schedule. أول ما يجي resident or student, he have to receive his schedule. يعرف إيش points اللي has to go through every day and every week until he finishes his rotation. حتى in case I forget مثلا to discuss certain points with them, they have to come back to me and say يعني you missed this ولا not. أنا الشيء اللي أحب أريح للstudents اللي يجي عندي إنهم ما يفكروا إنهم they are limited only for this period. If time this 4 weeks, بعدين if they didn't catch everything, خلاص they will lose it. No, I'm telling them always. Drug information rotation starts from the day you come and finishes يوم القيامة. يعني whenever you feel after that there is something missing, you can contact to get the information. فهذا بيعطيهم نوع من relaxation في تلقي المعلومة وفي digesting المعلومة. بعد كذا if I have any students for research, we start working in it like after 3 or 4. Sometimes I stay up to 6 p.m. We go home if there is any meal to eat together. أكيد يعني معظم الوقت بيكون أهل البيت أصلاً تغدوا وخلصوا, فأنا يا دوبك أحصل العشاء but just together with them. عندنا في البيت like we have to sit every day 1 hour for discussing the home issues وال school issues تبع our kids. وبعد كذا طبعا اولادي علمتهم انه they have to assist themselves in bad time يعني والحاجات ال very risky و very difficult for them they have to approach me. Other than this no, I like them to be self dependent او انهم يساعدوا بعضهم فيما بينهم. وبعدين I just like 2 hours ولا 3 hours finish task المطلوبة مني. If I have practice guidelines to develop, if I have drug evaluation to work, and if I have research to write or yeah like this, this is the way I finish my day. أكثر الأبليكيشنز اللي حضرتك بتستخدميها كل يوم؟ أكثر الأبليكيشن اللي بستخدمها طبعا مايكروميديكس. معروف المايكروميديكس ده ابني و بنتي وكل شيء في الدنيا. طبعا مايكروميديكس كدرج انفورميشن فارماسيست هو الأبليكيشن أو الداتابيز اللي أكثر شيء بنستخدمها. أنا طبعاً كآي تي أعتبر نفسي ignorant صراحة, ignorant pharmacist بالآي تي despite يعني my husband هو مهندس كمبيوتر, بس بيفضل إنه everyone is busy to teach the other party his skills. يعني الشيء الثاني إنه طبعاً كdrug information pharmacist I'm using Micromedics, using Lexi, using any drug related application because most of the time I'm on call usually and بكون remotely from a database اللي I have it at my computer. ف any يعني application assisting me I'm using it صراحة. طيب هل في applications تانية مو غير drug information, هل في applications تانية ممكن تحط في بيها صادلة أو هم يعرفوها؟ طبعا أنا أكثر شيء I'm using ال PubMed most of the time. يعني I get my articles stored في my يعني my laptop or أحيانا في الواتساب. I save it like a PDF. I have a group of articles that I like to read when I have time. لكن when I face like a question, yes, I use Medscape. I use up to date to find some information while I am away from laptop. تمام جدا. طب في كتب معينة أو إيه أكتر الكتب اللي أثرت في حضرتك يعني أضافت ليكي جامد جدا؟ كتب هو mostly يعني I don't think they will like my books and I usually drug information a guide for pharmacists any books related to Patrick Maloney طبعا جون ستارفيتش تفضلي.
بوكس ريليتد تو ريسيرش، ريسيرش ميثودولوجي، طبعا ال ان اي سي يو يوجوالي اي ريلي اون نيو فاكس نيو فاكس فاكس اند كومباريزن ابلاي ثيرابيوتكس. يعني هي موست اوف ذا بوكس ريليتد تو دراج انفورميشن براكتس موستلي. يعني طب هل حضرتك بتقري خارج نطاق الصيدله؟ يعني في بوكس تانية ممكن تكوني بتقريها تخصصات اخرى؟ انا اي لايك طبعا هي مش قراءه بس اي لايك اقرا في التفسير كثير، بحب اقرا التفسير القران. يعني هذه لما يكون خارج الصيدله ما شاء الله من نوع اللي بس يعني عشان ما احس بالذنب انه للاسف احنا مشغولين جدا عن القران والتفاسير. ف this is the only thing I like to read it when I have time. في الكتب الثانية I like time management, I like for administration, I like to read these things. في بعض الكتب اللي بتتكلم عن يعني skills معينة like how to do cross stitching and I like cross stitching. في بحب الكتب اللي بتتكلم على الطبخ والطبخات هذول. يعني صح اني ما بعمل طبخات كثير بس على الأقل يعني بقرأ، يعني I'm doing something. زي ما بيقولوا العين بتشبع من غير اللسان ما يدوق. This is the thing that I like. ما شاء الله ما شاء الله دكتورة أمل. طيب في فيديوهات معينة بتحبي حضرتك تشوفيها بصورة مستمرة أو حاجات حلقات بحب. معينة بحب فيديوهات الأناتومي بصراحة. والله فعلا بصراحة فيديوهات الأناتومي، يعني فيديوهات الأناتومي مهما شفتها ما بشبع أبدا، وهي بتخليك كل يوم يعني تتعجب سبحان الله من قدرة الخالق. يعني هي أكثر شيء بحب أشوفه صراحة. أكثر فيديوهات بتشوفيها بتاعت مين؟ قناة معينة، شانل معينة، ولا ويب سايت؟ بحب جريز أناتومي وكثير. يعني انا ابني بيدرس طب، ف most of the time يعني I'm forced اني اشوف الفيديوهات دي اللي هو he knows that I'm interested in. ف يعني he guides me to these types of video، بيبعث لي اياها، فبتلاقي على طول بعث لي رابط على الواتساب انه ماما this is one of the videos that you like. هي كمان بصراحة ميزة فيديوهات الأناتومي بصراحة أنا حسيت بيها بصراحة، فايدتها في حاجة واحدة، إن إحنا كصيادلة اتعلمنا الميديكيشنز، بس الباثوفيسيولوجي بتاع الديزيز، إن إحنا نتخيل إن هو في الأورجان الفلاني حصل، إن أنا مش هحفظ الدواء إنه بيعالج الحاجة الفلانية، لا ده أنا فاهم إن هو حصل في الحاجة الفلانية مثلا سي انفكشن مثلا في المكان الفلاني، فأكيد هي مثلا هتروح للمكان القريب ليه اللي ماشي في السيركيليشن. فعشان الصيدلي يتخيل الحاجات دي بجد الأناتومي بيفرق كتير جدا جدا. ففعلا هو من الحاجات العلوم بصراحة اللي ليها إضافة كبيرة جدا على أي صيدلي بصراحة. مظبوط، هو من أكثر الفيديوهات اللي يعني دايما بيحبها، اللي اسمه في فيديو اسمه أناتومي فيديوز أونلاين. ف يعني في طب هو في كثير جدا هو مشترك فيها، بعت لي اياها في فيديوز توتوريال فكتير يعني. بالضبط. طيب نيجي على النقطه اللي بعد كده. هل في مجال معين بره الصيدله لو حضرتك ما كنتيش دخلتي صيدله كنت دخلتيه كليه تانية او انا بصراحه في البدايه انا في البدايه صراحه كنت اسايند اني عايزه طب، طبعا لانه كل الناس انه الطبيب هو الشخص المتميز والى اخره، وذ ماي ريسبكت طبعا لكل الاطباء. لكن لما دخلت المشرحه اي جت فينتد، وكانت الدكتور في التشريح قالت دي ما تنفعش طب ابدا طلعوها، وعلى طول رحت صيدله. فالحمد لله الحمد لله اني ما نفعتش يعني وقتها في الطب ورحت صيدله. صيدله انا بعتقد انها ملتي يعني ملتي كارير كارير هي صراحه، يعني بينج فارماسيست از سمثينج يعني great and wonderful and very very proud of اني اكون pharmacist. فما اعتقدش ان في ما فيش اي مجال بقول يا ريتني دخلت المجال هذا يا ريتني درست، لا ابدا. pharmacy. ما شاء الله ما شاء الله، احنا بصراحه بنسعد بيكي في مهنه الصيدله بصراحه. I'm proud of you. ربنا يبارك فيك يا رب. طيب هل في كوتس معينه يعني دايما بتكون مؤثرة في حضرتك، أو مثلا بتكرريها كتير في حياتك، أو بتقوليها للي حواليك كتير، مقولات معينة؟ يس، في اللي دايما طبعا اللي بابا كان دايما قلنا إياها هي الحلم سيد الأخلاق دائما. يعني إحنا طبيعتنا من الناس اللي very reactive،
فكانت دي الستيتمنت اللي تنقل لي when I get reactive for any يعني situation no. يعني حاولي تسمعي أكثر من ما تتكلمي, وإنه الحلم سيد الأخلاق. For me I like the statement your reputation is your currency. This is the statement I used يعني to keep it always in front of my eyes and say it to anyone who's seeking to get the currency without getting any knowledge or any skills, and he just looked for a currency and he doesn't care about يعني مثلا أمانة المهنة اللي هو ماسكها أو التبعات المترتبة على practicing المهنة without any reputation. والreputation will not be gained كده fake reputation. You have to acquire knowledge اللي توصلك للreputation اللي تخليك أنت competent في المهنة بتاعتك وتكون أمين على البشر أو الناس اللي هم تحت يدك. بصراحة مقولات جميلة جدا جدا. طيب الروتين اليومي لحياتك ما شاء الله حضرتك قلت لنا في الأول, هل بتحب الرياضة أو الأكتيفيتي؟ أنا طبيعتي هايبر أكتيف, ما بحب يعني بحب أمشي طول اليوم يعني أمشي طبعا I have no time إني أمشي, بس if I have a consultation مثلا sometimes I feel إنه I can finish it by phone but it will take more time. I jump to the physician for his clinic to assist him. If I have like some papers to give it to a certain healthcare provider that will facilitate his work immediately, I go myself and I conduct a discussion with him there. يعني من النوع اللي زي ما بقوله كده دمي حامي. I don't like sitting واخدموني واخدمكم. I like to do my thing. طيب من خلال ما عملتي discussion مع دكاترة كتير أو مع healthcare professionals شفتي حالات, هل في دايما معتقد عند الصيادلة اللي هو الكونسبيرنسي ثيوري ان الدكاتره مش بيحبونا او ان انا محرم؟ في كتير والله بصراحه شفتهم في البراكتس وانا يعني مريت في كذا مستشفى ان هم يبقوا عندهم الاكسبيرينس وهو خايف يطلع لان هو خايف الدكتور يحرجه. لا هي دي محتاجه شوي سيلف كونفيدنس, محتاجه اقدام. If he has the experience لازم يقدم. انا هقول لك بس سمول ستوري. انا اول ما جيت على المستشفى قوى الامن كان دي سائدة بين الجميع, الفارماسيسي تصلوا is this dose is okay and not okay, طب please call the physician and discuss this with him because I can't call him, he will shout at me, ولا هو حيقول لي انت مجرد صيدلي واوا الى اخره. طبعا حسيت انه انا صراحة حخوض معركة من البرسبشن اللي اخذته من الفارماسيس اول ما وصلت. فكلمت أصعب دكتور كان موجود حسب كلام الفارماسيست طبعا, وأنه هو is always يعني لما يتصل فيه to discuss any dose يكتبها ولا أي شيء, فهي says إنه you are only a pharmacist and I'm the physician and this is what I want, just execute the prescription. ف I started calling him بعدين I introduced myself قلت له معك دكتور أمل نجار مركز معلومات الأدوية السموم, دكتور في وصفة أنت كاتب الدوز كذا كذا كذا, قال طيب مشيها وخلاص كذا, قال لي لا معلش دكتور stop here يعني أنا ما حمشيها وخلاص, أنا حمشيها وحكتب إنه this prescription was discussed with the consultant فلان الفلاني and he was so insistent and if there is any consequences especially negative consequences happen to the patient according to this dose the physician didn't provide me with the evidence. فقال لي إيش؟ لا استني أنا I have the evidence. قلت له okay I'm jumping to you to get the evidence because I have to keep it in my drug information center and to use it as a resource because I don't find any evidence supporting your prescription. ف when I jumped to him طبعا لا كان في evidence ولا شيء, فدور في كم ورقة كانت قدامه وقال بعدين إنه I used to have it but I don't know where is it. طب what do you like me to write now دكتور؟ إنه يعني أنا خلصت متعاطفة معه وإحنا دورنا على الـ evidence we couldn't find it. ف what do you like me to write now؟ He said طيب let's review together the dose. ف we review طبعا إحنا عندنا الميكروميديكس every physician can reach it from any station. We reviewed the dose and we called the pharmacy to change the dose. The pharmacy rejected the prescription and he wrote another prescription. After that when I call him just when I say أمل and drug information Amal with you, he say without asking him anything Amal غيري اللي انت عايزة as you think it's right. فهي when you show when you market for yourself properly when you show the physician that you are confident and you have the right information
يعني مش هيعرف يستغنى عنك تاني. ايوه هي بيرز بلام يا بيرز بلام هيكون عليه يا هيكون عليه بلام لو انا اي اكسكيوتد الوصفه. وبعدين انا لما اتعامل مع الفيزيشن ما اوريه ان احنا بنتصارع, اوريه انا خايف عليك انت كمان دكتور من اني consequences if there is any error was happened to this patient. يعني انا let him feel that we are one team. فهو حنلاقي الناس resisting, بس الحمد لله احنا يعني I don't see this in my hospital at all. Yeah, ابدا يعني this is the only case I saw it when any physician the way that we are talking sometimes I call the physician and go دكتور السلام عليكم انت دكتور فلان, وكان عارفة انه هو very difficult physician. انت دكتور فلان يا سكروتايب دكتور I have a story for you, do you have a time to listen to me؟ وبيستغرب ان انت you starting with him with the story and you never talk to him. I said, I mean, I'm saying, I told you I'm Amal calling you from the information. I have a small story to discuss with you. فأبدأ مع الكيس اللي هو أصلا كان كاتب الدوز تبعها أو المانجمنت تبعها غلط, أبدأ إياها بطريقة كيس. يعني I just want his consultation. فهي comes to me, oh, بالله هو كتبت بطريقة هذه وشكلي أنا كنت من الزحمة لخبط, أو الريزيدنت تبعي كتبها, أحيانا كل ريزيدنت مسكين ما كتب, أو الريزيدنت تبعي كتبها أو ما أدري إيش, وخلص we fix it. فمو لازم أنت غلط وأنا صح, هو لا بطريقه انه احنا انا بقدر كثير جدا بكون عارف انه يعني في انا دكاتره معروفينهم they always commit mistake لانه they have overcrowded clinic. فانا the first thing I introduce اقول له دكتور انا عارف انه العياده عندك زحمه جدا, واصلا يعني وظيفتنا احنا انه to talk about the dose to fix the dose. فجزاك الله خير انك you're doing our work on our behalf, please consult us next win win situation. صح يا yeah. وبعدين صح. بالعكس يعني ما في اي ريزيستنس. سبحان الله لما الدكتور بيثق وبيلاقي الصيدلي عنده علم ودماغه كويسه, بالعكس هو بيلاقيه يعني ادد لي, يعني هو بالنسبه له بيثق في رايي. بعد كده هو سبحان الله بيدور عليه يتصل بيه في التليفون yeah, يقول له yeah. انا يعني ياخد رايه لانه خلاص هو ريسبكت هيز اوبينيون وحاسس ان هو كلامه عمليا صحيح. يعني طيب ايه قدوه yeah. حضرتك في الحياه؟ قدوه حضرتي قدوتي في الحياه بابا. قدوتك يعني مين كان قدوتك؟ بابا نعم بابا هو بابا هو اكتر هو سكرتير كان بيشتغل في مصنع اسمنت اليمامة, لكنه من الناس اللي كان دائما ليل نهار يدرس. كنت اصحى بالليل اشوف بابا معاه كتب واشرطة ايام الكاسيتات وهي sitting learning strange languages. فهو بطبيعة السكرتير فكان بيدرس self learning فتعلم ما شاء الله 7 لغات. فأنا كنت بصراحة مش ما كنتش باخذ الكورس. ما شاء الله 7 لغات. 7 لغات ما شاء الله. كنت لغات إيه وإيه يعني عارفة ألماني فرنسي إيطالي هندي إنجليزي, يعني اللغات اللي كان بيستخدمها أكثر شيء في البراكتس. فكنت كانت نوع من الغيرة يعني, فكنت أحيانا أروح أسرق الكاسيتات بتاعته اللي هي فينيشت ويد وأستارت لحالي ليرنينج. تعلمت شوية ألماني شوية فرنسي بسبب الغيرة, بس I couldn't continue the, like him. يعني this is قدوتي أبوه, يعني هو إنسان مكافح جدا وليل نهار يدرس ما شاء الله, يعني معاه أكثر معاه لسانس أداب لسانس إنجليزي, والله يعطيه طول العمر ويخلينا يا رب. إيه أكثر حاجة هو اللي بهالك أو أخذتيها منك كقدوة؟ مساعدة الناس. He never ever stops إنه يساعد أبدا. لو في نص الليل حد خبط عليه باب البيت وهو نعسان ومش شايف وممكن يمشي ويوقع, لكن خلص يغسل وشه ويلبس ويروح يوصل فلان, لأنه هو كان يعني معظم الشيء كانوا فلان تعبان وصل المستشفى فلان محتاج شيء. يعني بابا جدا الله. بيحب يساعد الناس. يس ما شاء الله ما شاء الله. طيب قدوة حضرتك في الحياة العملية أو في الصيدلة؟ في الصيدلة أول إنسان يعني كنت معجبة في طريقة تدريسه وفي طريقة تعليمه لينا دكتور أمريكي كان اسمه لارسون. كان بيدرسنا أول ما يعني بدأت, كان طبعاً هو كان لا ما بيعرف يتكلم عربي أبداً, وطبيعتنا إحنا كعرب يعني ما بنفهم الأكسنت بتاعه أيامه, ما كناش نفهم الأكسنت بتاعه لكل أوروبا, فكنا طول الـ all the time يعني عارفة طريقة اللمز والهمز ونضحك عليه. فهي طبعاً هو كان فاهم إنه إحنا يعني نضحك على طريقة الكلام ولا نضحك على, يعني كان بيحس إنه في شيء abnormal. فكان he deals with us يعني كإنسان
ابدا ما يتاثر، ما كان بياخذ الموضوع بنيجاتيفيتي، ما كان في لنا بانشمنت على كذا، لكن كان الكلمه الوحيده اللي هو بيقولها احنا وي هاف سمثينج ذات اللي حيضحك في الاخر هو ويل كيب لافينج، فا ام افريد ذات ايل كيب لافينج اند ديسبايت اي وونت يو تو كيب لافينج. فما كنا نفهم ايش معناتها يعني هذه. طريقة صبره في التعامل معنا طبعا كان لها good impact علي، انه لتتحمل الطلاب، تعامل معهم بأبوية، ما هو قضية انه الطالب ند لي ولا ما احترمني ولا I have to punish him، لا هو طالب وجاي يتعلم، وكل واحد له طريقة طبيعة، يعني أولاد الواحد في بيته كل واحد له طبيعة، فالطلاب اللي بيكونوا معنا كل واحد له طبيعته، ممكن يجيك طالب عصبي، ممكن يجيك طالب بطيء تعتقد أنه مهمل، عمرك ما تجرح إنسان ولا تستنقص منه، قد تكون كلمتك هي محفزة أو مدمرة للطالب هذا اللي يعني أنت قابلته في الحياة. هذا اللي تعلمته من دكتور لارسن. طبعا الآخرين في ناس كثير أعتبرهم قدوتي في الحياة، تعلمت من دكتور دسوقي الكريتيكال ثينكينج، I liked his way in critical thinking. دكتور صديقي كان يتعامل معنا كديتكتور في أي كيس بوزنج تيجي، بيعمل زي الديتكتور بالضبط لغاية ما يكتشف الكيس. هم كانوا صراحة inspiring me، ناس يعني يعني thanking me for any improvement I do it with myself. فناس كثير اللي هم أثروا فيها في حياتي، فأعتقد من الظلم أن أذكر واحد وأترك آخرين، أكيد حنساهم الآن. فتقريبا يعني كثار الناس بعد، يعني مش عارفة أستحضر أكثر من الشخصيات اللي قلتهم. ما شاء الله عليك بصراحة والله دكتورة أمل. طيب البلان بتاعتك في المستقبل إيه؟ البلان بتاعت في المستقبل to disseminate knowledge as much as I can before I die. يعني anyone who wants to learn anything that I can offer to him, I'm ready to do it. طبعاً within the capacity that I can، لأنه في other requirements صارت عندي في البيت، صار أولادي يطالبوني إن أنتوا always caring to teach your students that you don't care about us. فيعني I'm trying to compensate between both of them. لكن I think إنه يعني بإذن الله قدر ما أستطيع أن I'll never be reluctant ولا hesitant to help anyone who needs any help في الساينس ولا knowledge that I have. دكتورة أمل أنا سعيدة جدا بحضرتك والله فعلا، يعني سبحان الله يمكن أنا كنت أعرفك قدر بعد البودكاست، عرفتك قدر كبير جدا، يعني ربنا يبارك فيك يا رب. وأنا سعيدة أن وجود مثل زي حضرتك بصراحة في من الصيدلة بجد، يعني ربنا يبارك فيك يا رب، ويعني نسعد بيك دايما ويوفقك دايما لكل الخير، ونسمع عنك كل خير ان شاء الله باذن الله. باذن الله. وانا بشكركم شكر خاص صراحه على الفرصه الجميله هذه، ويا رب ان شاء الله يعني تكونوا دائما زي ما بيقولوا مناره خير لكل الصيادله. اللهم امين يا رب. طيب هننهي في النهايه مع بعض بحاجتين صغيرين، لو اي مسج حابه تقوليها لكل اللي بيسمعوا حضرتك دلوقتي، رسالة صغيرة توصليها للصيدلي المستقبل. Yes. Acquire knowledge and go. Acquire knowledge and fly. Always acquire knowledge. يعني أي knowledge تتاح لك فهذه هو الخير. دائما كنا لما نروح أي محل نشتري كانت أمي تقول إذا وافقك خير وافقه. بالضبط بالنسبة للknowledge. If you have any door opened for you, do not يعني reject it. قل no, I will wait. هي الفرص تيجي مرة واحدة. فإذا جت الفرصة just grab it and work on yourself في المجال اللي ربي بيفتحه لك. ما شاء الله ما شاء الله دكتورة أمل. طيب لو حبينا نحط عنوان للجزء الثاني للبودكاست صراحة يعني مش عارف، يعني أنا بتمنى إن الفارماسيست يكون عندهم bright vision for their career in order to see يعني life better، بس مش عارفة towards bright pharmacy future. تمام. دكتورة أمل أنا سعدت بك جدا جدا وبجد والله، يعني ربنا يبارك لك يا رب وينفعك بعلمك وبعملك، يعني تفضلي كده منارة للصيادلة المتميزين ومثل وقدوة لأي صيدلي هو يحتذي بحضرتك.
أنا سعيدة جدا بوجودك معنا النهاردة في فادك بودكاست، واتمنى دايما ليكي كل التميز. ولو اي حد يا جماعة عايز يستفسر عن اي حاجة للدكتورة أمل يتواصل معنا، واحنا هنوصلها بي او نوصله بيها، وان شاء الله بإذن الله يعني يكون البودكاست ده مميز ويأثر أثر طيب في كل الأستاذة اللي بيسمعونا. أشكرك دكتورة أيمن أمل على وجودك معنا النهاردة، وألتقي بك دايما يا رب على كل الخير، نسمع عنك كل الخير، وأتمنى أن كل اللي بيسمعونا فعلا يستمتعوا بالحلقات دي. مش لازم أن احنا نكون كوبي بيست من الرول موديل اللي احنا بنعرضه، بس مهم أن أنا أتعلم منه حاجة. أكيد 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 هتعلم حاجة ولو صغيرة هتأثر عليا وعلى مستقبلي وعلى قراراتي المهنية، وأكيد هنعكس على القرارات الشخصية. نلتقي بكم دايما على خير، ونشوفكم في حلقات تانية جديدة معانا من فادك فارماسي براكتس بودكاست. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فادك where lifelong pharmacists learning never stops.